بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. أما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. قال المؤلف رحمه الله: وهذه الأحكام الخمسة، المراد بذلك، المراد بالأحكام الخمسة الأحكام التكليفية الخمسة السابقة، وهي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. فقال المؤلف رحمه الله: تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، بحسب حالها ومراتبها وآثارها. و يعني كيف تتفاوت هذه بحسب حالها ومراتبها وآثارها؟ نقول: إذا تعارض أمران، هذا نقول بأن هذا يتبين عند تعارض الأوامر والنواهي، أو عند تزاحم الأوامر والنواهي، فيتزاحم أمران أيهما يقدم، يعني يتزاحم أمران فأيهما يقدم. نقول هذه المسألة تنقسم ثلاثة أقسام، يعني تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتزاحم واجبان فنقدم أوكد الواجبين، نقدم أوكد الواجبين، تزاحم واجبان نقول نقدم أوكد الواجبين. مثال ذلك: تزاحم عنده إما أن يشتري بهذه الدراهم نفقة يطعمها أهله، أو أنه يقضي بها الدين. نقول اقضي بها الدين، اشتري نفقة، لأن حفظ النفس آكد من قضاء الدين. القسم الثاني أن يتزاحم واجب ومستحب، فنقول نقدم الواجب لأن الواجب آكد من المستحب. مثال ذلك: تزاحم عنده أن يقضي بهذه الدراهم دينه أو أن يتصدق بها، فنقول اقضي دينك، يعني اقضي بهذه الدراهم دينك، لأن قضاء الدين واجب. القسم الثالث أن يتزاحم سنتان، فنقول يقدم آكد السنتين وأفضلهما. والتفضيل بين السنن هذا له صور مراتب، فمثلا قد تكون هذه السنة أنفع للقلب فتقدم على غيرها. أو تزاحم عنده أن يصلي أو أن يقرأ القرآن، وكونه يصلي تطوع بالصلاة هذا أنفع لقلبه، يقول اقرأ صلي. تزاحم عنده أن يدعو الله عز وجل أو أن يقرأ القرآن أو أن يذكر الله، يقول يفعل ما هو الأقشع لقلبه. ومن صور التفضيل بين السنن أن تكون هذه السنة
لها نفع متعدد، فإذا كان لها نفع متعدد فإنها تقدم على غيرها. مثلا لو تزاحم عنده إما أن يعتكف وإما أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يدعو إلى الله عز وجل، فنقول يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. أو تزاحم عنده أن يتعلم العلم أو أن يصلي، فنقول كونه يصلي كونه يتعلم هذا أفضل من كونه يتفرغ للصلاة ونحو ذلك، لأن العلم نفعه متعدد. كذلك أيضا من صور تفضيل السنن أن يكون في هذه السنة تأليف، تأليف للقلوب. مثلا لو كان يصلي خلفه بعض أصحاب المذاهب الأخرى، فكونه يؤلفهم ببعض الأحكام وإن كان ذلك ما دام أن له أصل في السنة لآخره، فنقول بأن هذا أفضل. مثال ذلك الجهر بالبسملة، يعني الجهر بالبسملة، حديث أنس رضي الله تعالى عنه وغيره من الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالبسملة، يعني وإن كان جاء الجهر بالبسملة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن لو كان يصلي خلفه بعض الشافعية، لأن يعني الشافعية يرون الجهر بالبسملة، فجهر بالبسملة في بعض الأحيان تأليفا للقلوب، فإن هذا من مواضع التفضيل. كذلك أيضا من صور تفضيل السنن بعضها على بعض، ما إذا كانت هذه السنة فيها صلة للرحم أو إكرام للضيف أو قيام بحق الصديق ونحو ذلك إلى آخره، فنقول تفعل هذه السنة. فمثلا لو تزاحم عنده أن يطلب العلم أو أن يشيع قريبة جنازة أو أن يتبع جنازة جاره نحو ذلك، لا شك أن طلب العلم أفضل من مجرد اتباع الجنائز، لكن ما دام أن هذا فيه تأليف وقيام بصلة الرحم أو بحق هذا الجار أو بحق هذا الزميل ونحو ذلك، ونقول بأن هذا، نقول بأن هذا أفضل. كذلك أيضا من صور التفضيل بين السنن، لو كان العمل بهذه السنة يحقق العمل بجميع السنن المتنوعة، فنقول يعمل بذلك. كان يحقق العمل بجميع السنن المتنوعة، يعمل بهذه السنة. فمثلا إذا صلى المسلم الفرض فإن الذكر الوارد على أنواع، إما أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويهلله 33 ويقول في 800 الله أكبر، في الصفة الثانية يقول في 800 لا إله إلا الله، في الصفة الثالثة أن يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره 25، في الصفة الرابعة أن يهلل الله أن يسبح الله 10 ويحمده 10 ويكبره 10. فكونه يفعل هذا تارة وتارة، نقول وإن كان بعض هذه السنن أفضل بعض، لكن كونه يفعل ذلك ويأتي بكل هذه السنن تارة وتارة، يكون هنا عمل بجميع السنن المتنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من صور التفضيل بين السنن أن تكون هذه السنة هي عبادة الوقت أو عبادة الحال أو عبادة المكان، فنقول هي أفضل من غيره. فمثلا تعارض عنده بعد نهاية الصلاة إما أن يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل، فنقول أفضل أن تذكر الله عز وجل، وإن كان القرآن هو أشرف الذكر، إلا أن الذكر دبر الصلاة هو عبادة الوقت، هو عبادة الوقت. مثل أيضا في الاستسقاء، مثل لو أن الناس أصابهم القحط والجد نحو ذلك، تعارض عنده إما أن يقرأ القرآن وإما أن يصلي صلاة الاستسقاء، يقول صلي صلاة الاستسقاء مع أن صلاة الاستسقاء سنة، والأفضل لأنها عبادة الحال،
مثل تحية المسجد يقول هي أفضل عند دخولك لأنها عبادة المكان هذا الوقت. تحية المكان في هذا الوقت يكون أفضل. هذا بالنسبة لتزاحم الأوامر. وأما بالنسبة لتزاحم النواهي فأيضا ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتزاحم محرمان، فنقول بأنه يقدم أخف المحرمين، يقدم أخف المحرمين. تزاحم عنده إما الزنا أو الاستمناء، إما أن يقع في الزنا أو أن يقع في الاستمناء، نقول يقدم الاستمناء. أو تزاحم عنده إما الزنا وإما أن يطأ زوجته الحائل، فنقول يقدم وطأ زوجته الحائل. هنا تزاحم هذان المحرمات نقول يقدم أخف المحرمين. القسم الثاني أن يتزاحم محرم ومكروه، نقول قدم المكروه لأن المكروه لا إثم فيه، لكن المحرم فيه إثم، يعني المحرم فيه إثم. فمثلا تزاحم عنده إما أن يأكل من الميتة وإما أن يأكل من الثوم، نقول كل من الثوم، يعني كل من الثوم. القسم الثالث أن يتزاحم مكروهان، فإذا تزاحم مكروهان نقول يقدم أخف المكروهين، يعني يقدم أخف المكروهين. فمثلا تزاحم عنده إما أن يأكل من الثوم أو أن يأكل من البصل، يعني إما أن يأكل من الثوم أو أن يأكل من البصل، فنقول بأنه يأكل من البصل لأن البصل البصل أخف رائحة من الثوم. قال المؤلف رحمه الله: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. قال: فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. هذا الكلام كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا أردت أن تعرف أن هذا الشيء مما أمر الله عز وجل به أو نهى الله عز وجل عنه فانظر إلى ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد. فإن كان يترتب عليه مصالح فهو مما أمر الله عز وجل به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. وإن كان هذا الذي وإن كان هذا الشيء تترتب عليه مفاسد فهذا مما نهى الله عز وجل عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. فإذا التبس على المسلم في الشيء هل هو مما أمر الله عز وجل به أو مما نهى الله عز وجل عنه فانظر إلى ما يترتب عليه من آثار من مصالح وفاسد. فإن كانت تترتب عليه المصالح فهذا مما أمر الله عز وجل به، وإن كانت تترتب عليه مفاسد فهذا مما نهى الله عز وجل عنه. سبحانك اللهم. هذا السائل يقول: هل يجوز لمن هم بجوار المسجد في استراحة ونحو ذلك أن يصلوا جماعة ولا يذهبوا للمسجد مع أنه في بعض الأحيان قد يسمعون الأذان في بعض وبعض الأحيان إن لم يحضروا للمسجد؟ العبارة هذه لم يحضروا للمسجد يهجر نحو ذلك. نعم نعم. من كان بجوار المسجد فإنه يجب أن يصلي في المسجد، ويدل لذلك قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، في حديث عبد الله بن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجب لا أجد لك رخصة. وقال علي رضي الله تعالى عنه: لا صلاة للرجال المسجد إلا في المسجد، في حديث ابن
عباس وأبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والحديث وإن كان في ضعف لأنه فيه تشديد وأيضا الجماعة واجبة في المساجد، وإلا ما الفائدة من بناء المساجد؟ قلنا بأن الإنسان له أن يصلي في بيته، يعني بعض الناس يظن أنه إذا خرج إلى مزرعة أو خرج إلى استراحة أو نحو ذلك أن له أن يصلي في ذلك المكان، وإلا قلنا لك صلي في بيتك، صلي مع زوجتك مع أولادك. الجماعة الصحيحة أنها واجبة، وأنها واجبة في المسجد، إلا ما الفائدة من بناء المساجد ونحو ذلك؟ وعند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قال ابن القيم رحمه الله: هذا إذا كان منفردا عن الصف، فكيف إذا كان منفردا عن الصف والجماعة؟ إذا كان منفردا عن الصف والجماعة، يعني من كان قريبا من المسجد بحيث لا يلحقه حرج ومشقة في ذهابه المسجد فيجب عليه أن يصلي في المسجد، وأيضا لكي لا يفوته الأجر العظيم المرتب على الصلاة في المسجد، فإنه إذا تطهر وخرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه لا يخطو خطوة إلا كتب له بها حسن فالطعن بها خطيئة ورفع بها درجة، ولا يزال في صلاة انتظر الصلاة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه.